البحرين واحدة من أكثر دول الشرق الأوسط سرية، ومن بين أكثرها قمع. بعد الأمر أكلني في بطني حتى أنني لا شعوريا تبولت. لكن المحتجين يواصلون تحدي الحكومة، وقد خرجوا إلى الشوارع من جديد. لا يريد النظام أن يرى العالم هذه الصور أو أن يسمع بقصص الانتهاكات هذه. فكرت أني أرمي روحي من الدريشة، هل بيعرفون أن أنا جاي حرمت روحها لأنها تعرضت إلى التحرش الجنسي والاعتدال؟ These women are being enormously brave in these very conservative societies to talk about sexual assault. في هذا الفيلم سنتقصى سجل انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، ونتحرى الإجابة عما إذا كان دعم الغرب للنظام يجعله متواطئاً في الانتهاكات المزعومة. تكلم عن حين من دخل 9 سنوات بوسط صمت دولي. يزور ملايين السياح مملكة البحرين كل عام، تجذبهم مراكز التسوق. الله الله الله، شكل كلب هذا. هاي بعد في كلب هنا. حياة الليل والشغف بالسيارات السريعة. لكننا لم يكن مرحبا بنا. هذول شو اسمهم المباني هذول الطوال؟ المرفا المالي. مرفا المالي ها؟ اي نعم. فتوجب علينا تصوير هذه اللقطات سراً. رفض طلبنا المتكرر للوصول. It's okay man, we don't have to seem suspicious. We are, even if they come over, we tell them we're tourists. ولسنا الوحيدين في ذلك. فمنذ انتفاضة عام 2011 أخفق مئات الصحفيين في دخول البلاد إلى جانب منظمات غير حكومية ومنظمة العفو الدولية ومنظمة Human Rights Watch. تقدم خبراء الأمم المتحدة بطلبات وبشكل متكرر، ولكنها رفضت بدورها. The Bahrainis don't particularly like critical examinations of what they're doing. As far as I understand, any journalists who are deemed to be critical of the regime in any way whatsoever are not getting access. وهذا ما يفسر لما نحن في تركيا. ثائرتان عفويتان، هما ابتسام الصايغ ونجاح يوسف. جاءتا لقضاء إجازة في تركيا، جزء منها للاستمتاع بمناظرها، ولكن أيضاً هرباً من يد العدالة البحرينية الطويلة. وطني بعد ما أقدر أشعر بالراحة في النوم والاقتحامات، يعني يجي دائماً بنص الليل. ذكرياتي مع الليل تنشط، لحين في حجر لحرية التعبير، وأيضاً أسمع أصوات الأشخاص اللي من داخل السجن، قصص مؤلمة جداً. قبل انتفاضة الربيع العربي في عام 2011 كانت المرأتان تعيشان حياة عادية كربتي منزل وأمين، ومنذ ذلك الحين أمضت كلاهما فترات في الاعتقال، وتقولان إنهما تعرضتا لانتهاكات. طبعاً بحكم شغل ابتسام الحقوقي أنا أعرفها، كانت معاناتنا وحدة، هذا خلانا نكون مع بعض. أنا كنت أستمد منها القوة. كلمت عن القصة اللي تعرضت لي، فكلمت معها، هذا ما ينسكت عنه، لأن عندي هدف إنه لازم يتوقف التعذيب، يتوقف الاغتصاب، يتوقف التحرش الجنسي. بالنسبة لي لما أطلع لأي دولة في العالم أرتاح شوية من غير ما واحد يلاحق وأشوف بأن الحياة جميلة. تبدأ قصتنا في فبراير شباط عام 2011. تجمع متظاهرون مؤيدون للديمقراطية في ساحة دوار اللؤلؤة في العاصمة.
فذهبت ابتسام لترى ما يحدث. فكان هناك غضب شديد من المجتمع، شعروا بأن هناك من خدعهم، وأنه كنت أسمع قصص العاطلين عن العمل. كانت هناك قصص كثيرة مؤلمة لناس بحرينيين يعانون الكثير ولا أحد يعرف عنهم. انجذبت نجاح يوسف هي الأخرى للاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية. حتى ذلك الحين مثلها مثل ابتسام لم تكن لديها مشاكل مع الحكومة. كستيج كانوا الناس كلهم متجمعين، شفت مطالبهم جدا بسيطة، مطالبهم إصلاح. حياة المواطن البحريني حياة جدا بسيطة بسبب الفقر الموجود، وفي إنه ما يقدر يحصل على وظيفة سهولة، جدا رواتب متدنية. حسيت إنه واجبي إني أقدم إليهم أي شيء أقدر أقدمه. هذا الإنسان ويقول أبغي حقوقي أنا وياك. وفقا لأرقام الحكومة البحرينية نفسها، فإن ما يصل إلى ثلث سكان البحرين البالغ عددهم أكثر من مليون بقليل خرجوا إلى الشوارع في الأسابيع التي تلت. كان معظمهم من الشيعة الذين شعر عديدون بينهم أنهم يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية. وبينما يشكل الشيعة غالبية سكان البحرين، إلا أن الأسرة المالكة آل خليفة سنية المذهب. They were there asking for reform. And of course, the Shia have been discriminated against. And many of the demonstrators in the beginning, yes, were Shia, but by no means all. There was Sunni engaged as well. ورداً على ذلك، حاول النظام دق إسفين بين المتظاهرين الشيعة والسنة. The way to break that up was to play the sectarian card, was to say that this popular peaceful protest, the Iranians were behind it. سيد أحمد الوداعي يعيش هنا كلاجئ سياسي، وهو يعتبر الثورة في البحرين غير مكتملة. تملك وتحكم وكل المقدرات بإيدها. تقريباً في عمر 18 حصلت على بعثة من وزارة التربية والتعليم، كوني كنت من أفضل طلبة البحرين. بدأت مشوار الدراسة في جامعة برايتون، تخرجت من تخصص هندسة الاتصالات والإلكترونيات. عملت بعدها تقريباً سنة في بريطانيا، وبعدها نهاية 2000 أو منتصف 2010 رجعت البحرين. في العام التالي عندما وصل الربيع العربي إلى البحرين، كان سيد مستعداً للانضمام إليه. أميت تقريباً أشهر أحاول أبحث عن وظيفة، لقيت تحديات واضحة. أسبابها أن جزء رئيسي منها أن بدون وجود واسطة هذه الأمور تصعب، وأنا كنت من أحد الشباب المتحمسين جداً لتغيير في البحرين وشاركت في التظاهر. لكن نشوة المتظاهرين لم تدم طويلة. ساعدت السعودية الجارة السنية القوية حكومة البحرين في إخماد الانتفاضة ذات الغالبية الشيعية. بدأت بطلق وسيلات الدموع، وأنا كنت حينها كنت نائم في أحد الخيمات أو على الدوار. تم توقيف أو ردعي من قبل قوات الشغب، تم ضربي بوحشية تماماً. وإلى اليوم هذا الإسكار اللي في جبيني هو كان نتيجة الضرب والقمع اللي حصلت عليه. وبعدها وصلت البيت كان الدم يغطي وجهي، وكان أمر مرعب صراحة. الناس بحالة رعب، أعلنت حالة الطوارئ في البحرين. Thank you.
في 18 من مارس آذار تم هدم دوار اللؤلؤة الذي كان يشكل النقطة المحورية، وسرعان ما امتلأت السجون بالنشطاء. لكن سيد أحمد واصل تحديه للنظام. So we have Sayed Ahmed al-Wada'i, who was here on the 17th and witnessed the attack firsthand. And you have some photos to show. Get them on my mobile phone. Didn't really print. وأنا من أول الأشخاص اللي تم اعتقالهم. تميت في مركز الاحتجاز إلى 28 يوم. فيها تعرضت إلى تعذيب بشع جدا. The opening Grand Prix of the Formula One season, which was due to be held in Bahrain next month, has been cancelled. بدلا من إقامة سباق الجائزة الكبرى، تم تحويل حلبة البحرين الدولية إلى ميدان للتدريب. كانت لحظة استرعت انتباه العالم. كان ذلك محرجا على الصعيد الدولي. Formula One had been there for several years. They loved it. It was a big, you know, platform, and people just had a very good time. The regime has been able to project this image of normality, and therefore Formula One is very useful for that because you know things are okay. بعد الانتفاضة، شكلت الحكومة البحرينية لجنة مستقلة للتحقيق، تألفت من خبراء دوليين. And there was then international pressure brought to bear on Bahrain, I would say principally from the Americans, somewhat from the UK, and it was really a first in the Middle East. في نوفمبر تشرين الثاني من عام 2011 أصدرت اللجنة تقريراً مديناً. أثبتت تحقيقات اللجنة تعرض الكثير من الموقوفين للتعذيب ولأشكال أخرى من الانتهاكات البدنية والنفسية داخل محبسهم والتهديد بالاغتصاب. قبلت الحكومة البحرينية كل ما جاء في تقرير اللجنة المستقلة. They made 26 recommendations. Now, principally, those recommendations, the key ones were about reforming the police and the security services. ووعدت باتخاذ إجراءات حيال المخاوف التي وردت فيه، بما في ذلك إنشاء أمانة مستقلة للمظالم للتحقيق في الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان في المستقبل. لكن الشكوك بقيت تساور بعض المراقبين. What the report is served to do is simply to enable the government to create a facade behind which they carry out their repressive regime. في السنوات التالية باتت الاحتجاجات تجري في معظمها سراً أو خارج البلاد. في عام 2012 منحت بريطانيا سيد أحمد الوداعي اللجوء السياسي. أمضى سيد 6 أشهر في السجن في البحرين بتهمة حضور تجمع غير قانوني، وبعد إطلاق سراحه انتقل إلى لندن وأسس معهد البحرين للحقوق والديمقراطية لفضح سجل النظام لحقوق الإنسان. وعندما جاءت العائلة المالكة البحرينية لحضور مناسبات كمعرض الخيول هذا في ويندزور، حاول القيام بالاحتجاج. حتى تواجدي في بريطانيا واستمرار نشاطي كان مزعج بالنسبة للنظام. لما كان موكب الملك بيدخل إلى 10 داونينج ستريت لمقابلة رئيسة الوزراء، أنا من ضمن الأشخاص اللي شارك في الاحتجاج، رميت بنفسي على سيارته وتم إيقافي من قبل الشرطة. ربما كان سيد أحمد آمناً في بريطانيا، لكنه لم يسلم من ملاحقة النظام. يعني فجأة عرفت من خلال بيان صدر في موقع وكالة أنباء البحرين، موقع رسمي للدولة، 72 شخص تم سحب جنسياتهم. وأنا أرى الأسماء، رأيت اسمي
التهم كانت جدا فضفاضة ولا يوجد شيء واضح. التهم بأن أشخاص سواء كانوا أثاروا يعني قاموا بأمور عكس مصالح الدولة فلم تكن لي أيجنسية أخرى، فمعناته من ذاك اليوم إلى هذا اليوم أنا شخص عديم الجنسية. في أعقاب انتفاضة عام 2011 غيرت البحرين القوانين الخاصة بمنح الجنسية، ونتيجة لذلك تم سحب الجنسية من قرابة 1000 بحريني، وقيل إنهم كانوا يخدمون دولة معادية أو ألحقوا الضرر بمصالح المملكة. Well, it means that you don't have the access to healthcare. You're not going to get scholarships for your children. You're not going to get a job. You're basically thrown on the resources that you have. You may have your bank accounts frozen. I mean, there's all kinds of things, all kinds of ways in which, as a stateless person, your life is made very, very miserable, very, very difficult. استناداً إلى ما قالته حكومة البحرين، كل الأفراد الذين سحبت منهم الجنسية سابقاً ومتواجدون على الأراضي البحرينية تمت إعادة الجنسية إليهم. بقيت بريطانيا حليفاً مخلصاً للبحرين. إنها علاقة تعود إلى عشرات السنين، حيث كانت البحرين محمية بريطانية حتى عام 1971. وتربط بين العائلتين المالكتين أواصر صلة قوية منذ أمد طويل. منذ انتفاضة عام 2011 دعم دافع الضرائب البريطانيون السلطات البحرينية من خلال تمويل مجموعة من المشاريع، من بينها برامج لتدريب الشرطة البحرينية في أيرلندا الشمالية. Why is it that over the last six years Bahrain's had about 6.5 million pounds of taxpayers' money? اللورد سكريفن عضو في مجلس اللوردات عن حزب الديمقراطيين الأحرار، وهو من القائلين منذ زمن إن علاقات بريطانيا مع البحرين أقرب مما يجب. It gives Bahrain a fig leaf of respectability and a shield that's hiding the human rights abuses. في عام 2017 كان وصول دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة خبراً جيداً للبحرين. Together we will determine the course of America and the world for many, many years to come. كان ترامب عدوانياً تجاه إيران التي كانت بحلول ذلك الوقت تدعم المعارضة في البحرين سراً. So it's a great honor to have you and your representatives here. Crown Prince, thank you very much. Thank you. كما دعم الرئيس الأمريكي خصم إيران اللدود السعودية، وهي مدافع قوي عن النظام البحريني. And the signal was very clear. Get on, do what you want, behave with impunity. We're not watching you anymore. It doesn't matter. سرعان ما بدأت الاحتجاجات في البحرين تكتسب زخماً جديداً. ففي يناير كانون الثاني تم إعدام 3 محتجين رمياً بالرصاص، وهي أول إعدامات تقوم بها الدولة منذ ما قبل الانتفاضة، وتمت إدانتهم في محاكمات تصفها الحكومة البحرينية بالعادلة بمقتل 3 رجال شرطة في هجوم بالقنابل. وادعى مؤيدوهم بأن الاعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب. والآن مع عودة سباق الفورمولا 1 إلى البحرين مرة أخرى، لجأ الناشطون كنجاح يوسف للاحتجاج على عودته عبر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. كلا لقيام سباق الفورمولا 1 كان فيه هاشتاج أعتقد كلا كلا للفورمولا وفورمولا الدم، في قمع مفرط، في اعتقالات، في أحكام بالإعدام. ولد خالتي محمد رضي محكوم بالإعدام
وها كان في فترة قيام سباق الفورمولا 1 على أرض البحرين. بعد أسبوع من سباق الجائزة الكبرى، رصدت السلطات البحرينية نشاطات نجاح على وسائل التواصل الاجتماعي. جاني اتصال من مجمع الأمني بالمحرق. ظنت نجاح أن السلطات كانت تبحث عن ابنها الناشط، ولكنها في الحقيقة كانت هي هدفهم الرئيسي. أخذت إلى المجمع الأمني في المحرق، حيث استجوبها رجال تعتقد بأنهم كانوا من جهاز الأمن الوطني. فتحي تلفونش بالطيب، لا بتفتحينها غصب. هني خفت لأن ولدي كان موجود وياي في نفس المجمع، وعندي ولد ثاني كان معتقل. ففتحت التلفون وكان واقف على راسي وأخذه. بعدين اللي صار إنه عرض علي إن أنا أشتغل وياهم. أعرف إن أشغلهم يعني يبينا يكون وياهم مخبر سري. رحت البيت، كانت نفسيتي جدا تعبانة، يعني أني الحين شلون أشتغل وياهم مخبر سري؟ على من؟ على أهلي وناسي؟ لا مستحيل. يوم ثاني رحت المجمع، طبعا قال لي رأي، وش رأيش في الموضوع؟ قلت له ما بشتغل وياكم. قال تعرفين وش بنسوي فيش؟ هددني انه راح يخترع اي حادث علشان يقتل اولادي. هذه هي المرة الاولى التي تروي فيها نجاح قصتها امام شاشة تلفزيون. لا يمكننا التحقق بشكل مستقل من ادعاءات نجاح، ولكنها تتوافق مع شهادات أدلى بها آخرون إلى اللجنة البحرينية المستقلة، ثم إلى جمعيات حقوق الإنسان العالمية والأمم المتحدة. أول شيء سواه عطاني ضرب على الرأس، لفت بالدنيا، قمت أشوف شيء ظلمة، يعني أني باشر الضرب، قام يضرب بكل قوته، كنت أصارخ. بعدين قعدنا على الكرسي، وبطريقة قام يتحرش أو اعتدى علي جنسيا. طبعا أنا كنت أفكر أن كل هذا لا مو واقع، أنا قاعد يصير فيني كذي. كنت قلت لهم بروح الحمام، بعد رحت الحمام وكنت أصيح، يعني أني في إيد من لا يرحم. حسيت أني إنسانة ضعيفة، حسيت بالضعف، بالإهانة، بالإذلال. يعني أنا امرأة في مجتمع إسلامي، فكرت أني أرمي روحي من الدريشة، لكن لا. يعني أولاً هذا أهرب من الجحيم إلى الجحيم. هل بيعرفون أن نجاح رمت روحها لأنها تعرضت إلى التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي والإهانة والإذلال؟ وهو والمحقق كان موجود وكان وياهم أشخاص، كان يهددني بالاغتصاب، وكان يجيب واحد كان يشتغل في الريسبشن ويهددني الحين هذا بيعتدي عليك، وإحنا هني موجودين قدامنا كلنا. هذيلين الحين اللي قاعدين يشوفون وضعي، وهم واقفين يطالعون بماي بارد، وكانوا يضحكون ويتبسمون، كانوا يتلذذون لما يشوفوني أنا أتعدى. كان شيء يحسسهم بالمتعة.
أمضت نجاح 3 سنوات في السجن بتهمة التحريض على الإرهاب، وهي تهمة تنكرها. كان يسمح لها كل أسبوع باستخدام الهاتف لـ30 دقيقة. في 8 يوليو/تموز عام 2017، في غضون أسابيع من الانتهاكات المزعومة، اتصلت بسيد أحمد في لندن. يمكن من أصعب اللحظات اللي أنا مرت علي كرجل، أني لما نجاح بدت تتكلم وياي عن تحديداً بشاعة ما تعرضت له. مستحيل نتكلم في هالموضوع. لازم تتكلمين، لأن إذا أنت ما قلتين لي الحين ما نقدر نسوي. دخل إيده. أنا كشخص يعني كانت من أصعب الاتصالات اللي تلقيتها. يعني كان واجد يقول إنه يعني الصبيان كم مرة ركبوش، إنه يعني حتى لدرجة إنه كان يتصل حق المحقق وخلونا هز بيسار، وكان يقول إنه أنا بجي أركبش. وتالي عقب ما كان يقول ليش شي كذي سيده كان جام حط ايده كان يحط واجد يتلمس. انا كنت احاول اجود الملابس عشان ما يشيلها، وكنت يعني واجد اضغط على روحي. وحشيته كانت جدا مؤلمه لان تمس بكرامه او بعفه الشخص. صرختين شي؟ قلتين لي لا تسوي ذا الشيء؟ ايه. بحلول ذلك الوقت برزت ابتسام الصايغ كمنتقدة بارزة للنظام، وأصبحت تحظى بمتابعة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي. في مايو أيار من عام 2017 استدعيت للاستجواب في نفس المجمع الأمني للمحرق، حيث كانت صديقتها نجاح محتجزة فيه. الشيء كان جداً بالنسبة لي متعب ومخيف. غرف التحقيق كانت مرعبة جداً، يعني إن تكون في غرفة أنت مظلمة والأشخاص الموجودين ما تتبين ملامحهم موجود، وتعرفين إنهم أكثر من 5 إلى 6 أشخاص، والأسئلة تأتي من عدة أشخاص أصواتهم بعيدة ومتتالية، ويجون 2 قريبين منك، واحد قريب لأدونش، لدرجة أنني كنت أشعر بحرارة نفسه قريب مني جداً، والثاني كان قريب واقف وراء ظهري. لا يمكننا التحقق بشكل مستقل من شهادة ابتسام أيضاً، ولكنها تتوافق مع ما تم إبلاغه للهيئات الدولية. ظروف مخيفة مرعبة حقنا كنساء، يعني اليوم إحنا المرأة في كل العالم أكيد تشعر بأنها تسحق كرامتها عندما يتم التلاعب بخصوصياتها، وكيف في بالك بمرأة مسلمة متحجبة يراعون طبيعة مجتمعاتنا الإسلامية. تم أخذي إلى غرفة مظلمة، تم ضربي على رأسي بعد أن أجلسوني، وأخذ أحدهم عصابة عين متخاصة للعين لونها أسود، أغلق عيني، بدأ يسألني أسئلة وهو يصرخ ويضرب ويلكم. في أحد المرات ركلني، بعد الأمر ركلني في بطني حتى أنني لا شعوريا تبولت من قوة الضرب على بطني. فكنت أخبره هل يدرك ملك البحرين ماذا يحدث في هذه الغرفة؟ بالمزيد من اللكمات ضربني في وجهي، طلب مني الوقوف وفتح رجلي، أمسك يدي من وراء ورفعها إلى فوق، بدأ يلمسني وأنا بملابسي بعد الأمر. فكنت أقول له توقف، أنت تتحرج في جنسيا وهذا غير مقبول قانونيا ولا إنسانيا ولا حتى في أعرافنا ولا في ديننا، توقف. لم يكن يتوقف، كان يحاول أكثر يطلب مني، أذكر لأسماء من يعملون في حقوق الإنسان ويتهدد بأنه يستطيع فعل بهم ما يريد. نحن حتى الله وضعناه في درج وأقفلنا عليه الباب. يريد مني، أنا لا أعرف شيء،
فبدأ انزال بنطلوني وبدأ يتحرش في جنسيا بإصبعه ويطلب من الذي في خلفه أن يتحرش بي من الخلف. فانهرت وسقطت على الأرض. كانت أطول ساعات حياتي وأنا كنت في حالة انهيار. داخل المجمع الأمني للمحرق كانت ابتسام تعذب وتغتصب حسب قولها. في الخارج كان زوجها ينتظرها. كان ذلك في اليوم الأول من شهر رمضان وأراد أخذها إلى المنزل لتناول الإفطار. قالوا لي الغبي زوجك أحضر لك سندويشة وهو في كاميرتنا الآن واضح بأنه يقف عند الباب واستمر في التحرش بجنسيا في لحظات يعني فعلا كنت تمنيت الموت يعني. بعد 7 ساعات أطلق سراح ابتسام. لمسني زوجي حتى سقطت على الأرض لا أستطيع المشي وكنت أصرخ في حالة هستيرية. These women are being enormously brave in these very conservative societies. To talk about sexual assault is hugely, hugely difficult. Their enormous courage in speaking up and being prepared to publicly tell what happened to them when they were held in prisons in Bahrain. هذا هو المجمع الأمني في المحرق الذي جرى فيه التعذيب المزعوم للمرأتين. كان تحت سلطة مدير الأمن العام اللواء طارق الحسن. وفي بيان مكتوب إلى بي بي سي قال اللواء: لا يوجد دليل لإثبات ما يقال أنه حدث، وبشكل تام أنا أدين كل أشكال إساءة استخدام السلطة. قبل 3 سنوات وعلى نفقة دافعي الضرائب البريطانيين توجه اللواء طارق الحسن إلى أيرلندا الشمالية للإطلاع ومن أجل مناقشة مستوى الإصلاحات المعمول بها هناك للقطاع الشرطي. ثم في عام 2017 رافق طارق الحسن ولي عهد البحرين ضمن وفد إلى الولايات المتحدة. Doing a lot of business, they're buying a lot of things. I heard $9 billion is thrown about. So that's a very nice trip and we appreciate it. We've had a long relationship and a great relationship and it will only get better. بينما كانت ابتسام ورجاح في السجن، كتب سيد أحمد إلى وزارة الخارجية البريطانية لإبلاغها بالانتهاكات المزعومة التي تعرضتا لها. ردت وزارة الخارجية بما يلي: السفارة البريطانية في البحرين تسعى للحصول على المزيد من المعلومات من السلطات فيما يتعلق بتفاصيل هاتين الحالتين. تواصل المملكة المتحدة تشجيعها لحكومة البحرين للوفاء بالتزاماتها الدولية والداخلية المتعلقة بحقوق الإنسان. لم يتم اتخاذ أي إجراء آخر. كانت الأمم المتحدة أيضاً تقوم بحملات لصالح المرأتين، وكتبت إلى الحكومة بشأن مزاعم التعذيب مناشدة البحرينيين من أجل اتخاذ كافة الإجراءات لوضع نهاية فورية للانتهاكات المزعومة لضمان سلامة السيدة الصائغ بدنياً ونفسياً والحيلولة دون تكرارها. بعيد اتهامها باستخدام العمل في مجال حقوق الإنسان كغطاء لتقديم معلومات وأخبار كاذبة عن البحرين لتقويض مكانتها في الخارج. أطلق سراح ابتسام الصائغ في النهاية بعد اعتقالها لـ3 أشهر. رفضت الحكومة البحرينية طلبات بي بي سي المتكررة لإجراء مقابلة وقالت في بيان مكتوب: إن المملكة لا تتساهل أبداً فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان. إنها لا تمارس ولا تتساهل
مع تعذيب أو سوء معاملة السجناء. إن مؤسسات الدولة المستقلة قد حققت في ادعاءات ابتسام ونجاح، ولكنها استنتجت عدم وجود أدلة تدعم ادعاءاتهما. رغم مزاعم التعذيب والاغتصاب هذه، واصلت وزارة الخارجية البريطانية سعيها لشراكات بين البحرينيين والشرطة البريطانية، هذه المرة في دورهام بشمال شرق إنجلترا. في يوليو تموز من عام 2018، وبطلب من الخارجية البريطانية، أعلنت شرطة مدينة دورهام برنامجاً لتدريب الشرطة البحرينية، وأرسلت فريقاً إلى البحرين للقاء كبار المسؤولين في أجهزة الأمن بمن فيهم اللواء طارق الحسن. We should be making decisions based on our relationship, not just on trade, not just on it being Bahrain being a secure, a strategic base for the UK, but also on human rights abuses. And it doesn't seem that's happening. قالت شرطة دورهام إن التدريب كان يهدف إلى تمكين الضباط البحرينيين من استخدام الأدلة الجنائية بشكل أفضل في تحرياتهم، وأضافت في بيان لها: قام ضباط بعدد من الزيارات إلى البحرين والتقوا مسؤولين لضمان إجراء برنامج التدريب وفقاً للمعايير المتفق عليها. نحن نؤمن بأن مشاركتنا مع البحرين توفر فرصة للتأثير نحو تغير إيجابي وتعزيز حقوق الإنسان عبر تحسين نوعية الأدلة الموضوعية التي تستخدمها الشرطة. تتمتع المؤسسة البريطانية الحاكمة والحكومة البحرينية بعلاقات تصل إلى مستويات عليا، فمنذ عام 2011 شارك الأمير أندرو ب 35 مناسبة مع البحرينيين، بما فيها 3 زيارات قام بها إلى هناك. عندما كان الأمير أندرو رئيساً لجامعة هدرسفيلد، وهو دور تخلى عنه مؤخراً، تم إعداد برنامج تعليمي لأكاديمية الشرطة الملكية في البحرين، وتضمن المنهاج محاضرات في علم الجريمة وعلم مسرح الجريمة وعلم النفس الشرعي الاستقصائي. الأمير أندرو هو صديق إلى ملك البحرين شخصياً. في أبريل 2018 ذهب الأمير أندرو في زيارة إلى البحرين. أثناء تواجده في البحرين التقى الأمير أندرو طلاباً في أكاديمية الشرطة، والتي يقال إن النظام ارتكب فيها التعذيب ضد معارضيه منذ عام 2015. في الشهر الذي زار فيه الأمير أندرو البحرين وزار هذه الكلية، في نفس هذا الشهر حدثت جريمة. ما أعرف إلى حد حين هل كان في نفس تزامت مع نفس التواريخ أو لا. أردنا معرفة ما هي العناية الواجبة التي قامت بها أكاديمية الشرطة، وفيما إذا كانت زيارة الأمير أندرو بالأكاديمية أمراً مناسباً أم لا. وقد رد مكتبه بما يلي: أي أسئلة تتعلق بالمنهاج التي توفرها الجامعة والدور الذي يلعبه رئيسها هو شأن يعود إلى جامعة هدرسفيلد. أخبرتنا جامعة هدرسفيلد بأن رئيس الجامعة لا يلعب أي دور في تطوير المنهاج أو اختيار الشراكات للجامعة، وبناء عليه فبإمكاننا تأكيد أن سموه لم يكن له أي دور كان في تسهيل أو تطوير هذه الدورة. What does worry me though is that individual institutions, whether it's universities, whether it's the Foreign and Commonwealth Office, whether it's the police force, they talk about having a due diligence. But when you start to drill down, due diligence around some of the individuals that you've mentioned who are seriously implicated by the UN, for example, in human rights abuses, if they had a robust, systematic and effective due diligence, particularly about human rights, they would never go into contract with organisations like the Royal Academy of Policing. جمع سيد أحمد إفادات من أفراد
قالوا إنهم عذبوا في أكاديمية الشرطة البحرينية منذ عام 2017. في ضوء هذه المزاعم طلبنا من جامعة هدرسفيلد تبرير برنامجها الدراسي، وكان ردها: هذه الدورة هي جزء من برنامج أسسته الأكاديمية لتعريف ضباطها بخبرات شرطة دولية ورفع مهاراتهم القيادية وحل القضايا الأمنية بكفاءة. في بيان أرسلته إلى البي بي سي قالت الحكومة البحرينية: إن الإدعاءات المتعلقة بالأكاديمية الملكية للشرطة هي ببساطة كاذبة. كما قالت الحكومة إنها ناشدت السجناء رفع أي شكوى أو تظلم إلى المؤسسات الرقابية المعنية. في هذه الأثناء كانت نجاح يوسف لا تزال في السجن، وبحلول عام 2019 ازدادت حدة المطالبات الدولية بغية إطلاق سراحها، وناشدت الأمم المتحدة الحكومة ضمان سلامة السيدة يوسف بدنياً وعقلياً. أخيراً أطلق سراح نجاح في العاشر من أغسطس آب من عام 2019، وكانت صديقتها القديمة ابتسام تنتظرها خارج البوابة. شافتي ابتسام أنا ما تقولين لا، أنا لحين عايشة. يرى اللورد سكريفن بأن الفورمولا 1 كان بإمكانها التحرك بشكل أكثر فعالية نيابة عن نجاح. My view is, look, you've been at this game longer than me. Unfortunately, when the spotlight went off and once the Grand Prix had been held, it would seem again that F1's priority seems to be the glitz and the glamour and the money of F1 and not human rights abuses. F1 have got a moral responsibility. في بيان أرسل إلى بي بي سي ذكر ناطق باسم الفورمولا 1: إننا نأخذ العنف وانتهاكات حقوق الإنسان والقمع بجدية كبيرة، وقد قمنا بذلك. وطوال هذه القضية تواصلنا طوال الوقت مع الأطراف المعنية وأجرينا استفسارات استباقية بشأن حالة السيدة يوسف. ابتسام ونجاح مواطنتان حرتان الآن، ولكن في البحرين لديهما صديقات ما يزلنا في السجن. إحداهن هي هاجر منصور، كما أنها والدة زوجة سيد أحمد، يظهر هنا وهو يتحدث إليها هاتفياً في سجنها. من دقائق محرمة مخنوقة. اعتقلت لثلاث سنوات بتهم إرهاب تنكرها. تقول هاجر بأنها خلال ذلك الوقت اكتشفت ورماً في ثديها، لكن العلاج الطبي الذي قدم لها لم يكن كافيا. اتذكر هذا، فعقبه ما صارت متابعه زياده جاده. عقبه لا، ما ودوني متابعه، لان ما تاخر يوم يوني قالوا لي ان في مشكله وتحتاجين الى متابعه. اوكي. في بيان مكتوب ابلغت الحكومه البحرينيه بي بي سي: الإدعاء بأنها حرمت من العلاج الطبي لا أساس له من الصحة. كانت كافة أشكال الرعاية الصحية المناسبة متوفرة للسيدة منصور في كل الأوقات. قامت كل من منظمة العفو الدولية والأمم المتحدة بحملة لإطلاق سراح هاجر، ولكن لم يسمح لأي منهما بدخول البحرين. وفقاً للأمم المتحدة فإن الحكومة البحرينية لم تعالج الأسس القانونية لاستمرار اعتقال هاجر. حتى الآن لم تتم تلبية مطالب المتظاهرين، وتشهد الشوارع تكراراً لما جرى في عام 2011. في فبراير شباط 2020 تجمعت حشود بعد وفاة ناشط آخر هو سيد كاظم عباس، بعد فترة وجيزة من إطلاق سراحه. وكما الحال مع هاجر، قال إنه تم حرمانه من العلاج الطبي، وتولى الجانب الأممي قضيته مع النظام البحريني ولكن دون جدوى.
أبلغت الحكومة البحرينية بي بي سي بأن السيد عباس تلقى الرعاية الطبية الملائمة، بما في ذلك مواعيد منتظمة مع أخصائي، وأضافت: تواصل البحرين بذل كل ما في وسعها لتوفير رعاية صحية كاملة وعلاج طبي لكافة الموقوفين. فيما تقترب الذكرى السنوية لانتفاضة 14 من فبراير شباط، يخرج المحتجون للتظاهر مرة أخرى. ابتسام في قلب الحدث. البلد مر بحالة من القمع والرعب. تكلم عن حين من دخل 9 سنوات والأزمة لا زالت قائمة. في وسط صمت دولي هناك عملية قمع وقتل وعملية انتهاكات ممنهجة وبغطاء دولي تحدث لشعب البحرين. ولكن هناك بعض بوادر للأمل. ففي 5 من مارس/آذار خرجت هاجر والدة زوجة سيد أخيراً من السجن. وكانت ابتسام ونجاح في استقبالها. ألف الحمد لله على السلامة. تبقى النساء عازمات على إسماع أصواتهن، فرغم مخاطر الأعمال الانتقامية فهن يؤمن بأن المجاهرة ستمنحهن بعض الحماية عندما يعدن إلى البحرين. جاءت ابتسام إلى دبلن لجمع أدلة تؤمن بأنها ستدعم ما روته عن الانتهاكات التي تعرضت لها. سيتم فحصها من قبل منظمة لحقوق الإنسان تدعى سبيراسي، وهي تركز على الناجين من التعذيب. كان حلم أن أحصل على هذا التقرير صراحة، وأن يكون لدي دليل إثبات لما تعرضت له. ولم أحصل هالعدالة في بلدي، سأتطلع بأن أقاتل من أجل الحصول عليها في أي دولة تحتضن حقي في الحصول على العدالة. It's a devastating form of abuse. And I think for any of us, it's not hard to say that to be put into that situation would be appalling. The challenge for us when we meet people after the events have happened are that those methods of torture similarly frequently leave no evidence. On one level, you're bearing witness to her description of events. On another level, in providing a medical legal report that interprets my findings and correlates them with international guidelines helps to reinforce the veracity of her account of events, which I would hope would be valuable to her. لا يثبت تقرير سبيراسي ادعاءات ابتسام، لكنه يؤيدها. يوضح تقييم حالتها النفسية أعراضا عميقة من القلق والاكتئاب، وهو ما يدعم تشخيصها باضطراب ما بعد الصدمة، وهو ما يتفق مع تقرير التعذيب المزعوم. رغم الإدانة الدولية للبحرين من قبل الأمم المتحدة وغيرها، بقيت المملكة المتحدة والولايات المتحدة حليفتان مخلصتان لها. دعت بي بي سي وزارة الخارجية للمشاركة في هذا الفيلم، وبدلاً من ذلك زودتنا بالبيان التالي. قالت إنه بينما هيئات مراقبة حقوق الإنسان المستقلة، ما يزال أمامها الكثير مما تفعله، فقد أثبتت قدراتها ومصداقيتها بما في ذلك خلال الملاحقة القضائية لنحو 100 ضابط شرطة أمام المحاكم الجنائية، ممن تم اتهامهم بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى 60 ضابط شرطة اتخذت بحقهم إجراءات تأديبية داخلية من قبل وزارة
الداخلية. الآن إنه عام 2020، 11 من مارس آذار. أبلغ النظام البحريني بي بي سي بأن هناك أكثر من 1000 سجين تم حبسهم لارتكابهم اعتداءات أو جرائم مخلة بالنظام العام، فيما تصفهم المعارضة بسجناء سياسيين. وفي اليوم التالي، أي 12 من مارس آذار، حصل 901 على عفو ملكي. 12 سجيناً سياسياً ما يزالون يواجهون عقوبة الإعدام. أما اللواء طارق الحسن فقد تمت ترقيته إلى رتبة فريق، هذا وما يزال مسؤولاً عن الأمن الداخلي في البحرين.